شفت ابو ولا حرمانة وعايزة تمسك قرش عشان تتنطط عليا وتذلني، جايبة مكنة وعايزة تخيط وتفصل النسوان. تضحك مراتك مديونة لنص الرابع، وكل اللي يشوفني يقول لي خلي مرات ابنك تدفع اللي عليها، ده ماضية كمبيالات على نفسها تسجنها العمر كله. فين مرات ابنك يا قرد؟ مالك داخل تكاكي كده يا امبابي يا فرارجي يا بتاع الفراخ؟ عايزها حالا، قالت لي هتسد اللي عليها من فترة، وكل يوم ابعت لها الصبي بتاعي وتقول لي بكرة بكرة، وانا الكيل فاض. معلش على المؤاخذة يا معلم امبابي، هي عليها كام يعني؟ عليها 2000 جنيه، هتدفعهم لحالتها؟ انا مش عارف بابا اللي بتودي الفلوس فين، الوقت كنتش بتضرب ستروكس، احس ان الولاد دي بتضرب ستروكس والله العظيم يعني. ما حد فيكم يرد عليا يا هد البيت ده فوق راسكم. في ايه يا معلم؟ عامل غاغا ليه؟ اهلا وسهلا. ما قلت لك يومين اسوق البضاعة واديك حقك. بقول لك انت بقالك فترة بتأكلي الأونطة بقى، وأنا شبعت من الأونطة. ولا كزلة أمرك يا معلم. شايف ياد المكنة دي ارفعها، وشايف القماش ده كمان ارفعه، خد أي حاجة قدامك تسد الدين. استنى بس، استنى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يا معلم يعني بيصحش. اقعد يا سرسجي اقعد مع رقبتك يلا يلا يا دفع يلا يا معلم يلا صوتي للصبح بقى يا معلم صوتي للصبح يا معلم عايزين نتفرج كده يا معلم والله يا عزيز انا حاسس بالعليم والله حاسس بالعليم عملنا كده يا معلم عملنا كده يا اخي. يا خاله نعمه ياسمينة، الله البيت فين؟ انت بقيت هنا من امبارح ولا ايه يا خاله؟ انا هنا من امبارح، كنت فاكر ان انا هرتاح ولا هينا لي بال، ورايح جدتي على سرير من قبل ما البيت ترجع. فعملتوا ايه بالظبط؟ دورنا عليها يا خاله في كل حته ممكن تروحها، رحنا غجر الجيزة وغجر النوبارية، وفتشنا عليها في غبريال في اسكندرية وطهواي في الدلتا. يعني عايزين تقولوا لي الأرض اتشقت وبلت البيت ولا إيه؟ مش لاقينا يا خالة نعمل إيه؟ نعم؟ أنتوا واقفين لي زي الطراطير كده تقول لي هعمل إيه؟ يعني تفتش مصر دي كلها لغاية لما تجيب البيت في إيدك وترجع لي، سامع ولا لا؟ يلا غوروا بداية سكة وطريق، يلا بداية. حاضر يا خالة، يلا يا رجالة. يا ولاد اصحوا يا ولاد، الفطار جاهز، جبت لكم فول وطعميه سخنين يستاهلوا بقكم. حاضر يا وليا. افتحي يا ياسمين. صباحيه مباركه. صباحيه مباركه يا اختي. كان لسه اعمل لكم اكل حلو في الصباحيه. يا وليا بطلي رغي وانا هصحي رؤوف. قولي لي جبتي لي الحاجات اللي تعطاها منك؟ موجوده بره، وجبت لك كمان الجرنان. هاتي خدي دول عشان لوازم البيت. ده كتير يا بنتي. مش كتير عليكي، انت بتديني حريصه. وريني رشاقه خطوتك يا اختي. ربنا يسعد ايامك يا دناي.